أنا متفق مع مولانا الشيخ عبد الغني إنه المعروض من الإسلام على الإنترنت إسلام متشدد أو إسلام إقصائي أو إسلام متطرف، أو إن اللي هيتغذى على هذه المعلومات أو على هذه الأفكار من الطبيعي جدا إنه يمارس هذا القتل وهذا التوحش. أنا متفق مع ده جدا، ومتفق أيضا مع إن المسميات النهاردة، إذا كانت زمان اسمها القاعدة أو اسمهم التكفير والهجرة أو اسمهم جماعة المسلمين، النهاردة اسمها داعش، بكرة ممكن تبقى اسمها أي اسم. إنما يعني كلما ماتت جماعة وكلما رحل أفراد ستظهر مكانها جماعة أخرى وأفراد آخرون يمارسون نفس الفكر ويمارسون نفس السلوكيات ويمارسون نفس التطرف، لأنه المادة الخام موجودة. هنفضل ندور في هذه الحلقة المفرغة؟ يعني المادة الخام ده قدرنا يعني ولا إيه؟ لا، أنا أقصد أنه إن هتظل يعني برهة من الزمن، يعني لسه هنشوف تطورات للفكر المتطرف او المتشدد او المقاتل. او لحد امتى؟ طيب ما انا بقول لحضرتك لحد امتى، دي لحد ما احنا نحسمها بقى. يعني الماده الخام موجوده، لحد لما تيجي فكره اشمل وعام تلتهم كل هذه الافكار. ما انا هقول لك لحد المغلوطه يعني. هقول لحضرتك لحد امتى. انا بس مبدئيا بس عايز استريس على النقطه دي، انه الماده الخام موجوده وهتفضل تخلق لنا اجيال متعاقبه منهم لن تموت الا اذا. ايوه انا وجهه نظري ان الاسلام الموجود حاليا ما بين ايدينا نمطين من الاسلام، الاسلام اللي احنا بنتكلم عليه المتطرف والمتشدد، وعندنا الاسلام انا مش قادر اسميه ايه، ولكن اللي هو التكنيكال، اللي هو قائم على فتاوى جزئيه في تفاصيل العبادات اللي هي بعيده كل البعد عن روح الاسلام وفلسفه التشريع. يعني كده الاسلام الحقيقي مش موجود. انا وجهه نظري بين الصفين يعني الاسلام يعني الحقيقي مش موجود. اسمح لي اقول ان اسلام القران، اسلام في حديث للرسول واعتقد هو حديث حسن الرسول عليه السلام، اثيروا القران او ثوروا القران، اجعلوا القران ثوره بينكم. وجهه نظري ان القران الان مهجور. فلسفه القران في التشريع، فلسفه الاسلام، فلسفه الدين السماوي التي ارادها الله ختاما بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام مرورا بالاف السنين الماضيه، ما هوش لم يتم بلورته الان في اعمال ابداعيه، اعمال فكريه، اعمال دينيه، مكتبه اللي يحب يرجع لها يلاقيها موجوده. عندنا الاسلام التكنيكال، تمام، اللي هو خاص بفتاوى المراه في الطهاره، في طريقه اداء، طريقه مركبه في اداء العبادات، في السنن، في يعني كده المفطرات في رمضان، التهجد، هي ممارسه شعائريه تاليه للعقيده الاسلاميه. يعني ممارسه، يعني احنا الاسلام قعد، انا كاتب ده النهارده، الإسلام قعد 12 سنة ينزل قرآن كريم، نصف القرآن الكريم نزل في المرحلة المكية. كان المسلمين 80 واحد. لم تكن نشأت للإسلام دولة ولا شوكة ولا جيش ولا حتى الشعائر الأساسية المتبلورة الآن اللي احنا كلنا بنمارسها. مقادير الزكاة لم تكن موجودة. مواقيت الصلاة لم تكن موجودة. طريقة الصيام بالمفطرات لم تكن. طب أمال كان الإسلام بينزل ليه؟ الإسلام كان بينزل عشان يعمل حاجتين أساسيين، خطاب للعقل وخطاب للضمير، بيشكل إنسان. هذا الإنسان بعد كده لما أقول له روح يصلي يبقى فاهم من الصلاة يقظة للقلب. لما أقول له روح صوم، الصيام هو ترفع عن المحسوسات والماديات. لما أقول له تصدق، الصدقة دي الهدف من وراها كف النفس عن الشح المجبولة فيه. في فلسفة، تمام؟ نعم. في تكوين وجداني ونفسي وأهداف عامة وكبرى. نعم. وعشان كده إحنا عندنا حتى في الأحاديث التقليدية أول من تصعر بهم النار ممكن يبقى قارئ للقرآن أو متصدق أو شجاع قتل في سبيل الله. وعندنا أن المفسدات العبادات ليست أشياء مادية، إنما أشياء روحية، أشياء نفسية. الرياء يفسد العمل كله، يفسد العمل الكثيف المادي اللي فيه ممارسه بدنيه واللي فيه جهد وفيه مشقه. في جهد ومشقه، نعم. انا شايف انه هذا الانسان الذي قصده الاسلام وقصده الله في القران الكريم لم يتكون بعد في الذهنيه العامه المطروحه الان، سواء من المشايخ الاصوليين اللي هم على دماغنا من فوق واساتذتنا ومشايخنا في المعاهد الازهريه او المعاهد الرسميه التي تدرس الاسلام. اصوليين بمعنى ايه معلش؟ بمعنى ان هم كلمه الاصوليين هنتفرع فيها. لا، الاصولي اللي هو اقصد اساتذه الجامعه والاكاديميين والمتخصصين. بس عشان اصولي اصل دلوقتي اي مسمى ممكن الدارسين لبعض النظاميين معلش سامحني لا لا، ومال الدارسين النظاميين في المعاهد الاساسيه
التي طيب. تدرس الإسلام بشكل ده عشان برضو تبقى الفكرة حية. متخصصين جدا ما بين الصنفين من الإسلام الحرك صنفتهم. أيوه. الإسلام المتطرف أو الإسلام المتطرف. أيوه. والإسلام المرتبط بتفاصيل فنيات العبادة. فنيات أيوه الإسلام الفني. فنيات العبادة صح كده المظبوط. أيوه القرآن الكريم. سؤال. أتفضل. أتفضل. أين تجديد الخطاب الديني من وجهة نظرك ما بين هذين الصنفين من الإسلام؟ تجديد الخطاب الديني يعود إلى القرآن الكريم يعاد قراءته مرة أخرى بشكل متحرر، يعني سامحوني بقى، من التفاسير القديمة اللي المكتبات مملوءة بيها وبتكتب بماء الذهب دي، واللي أحدث تفسير فيها من ألف سنة. المسألة دي ذات حساسية جدا. لمن وصفتهم بالشيوخ الأصوليين هم شايفين أن التراث ده عماد لا يمكن الاستغناء عنه. ما أنا بقدم فكر مختلف أستاذ أحمد. ما أنا وعملت كتاب كبداية الفكر ده. أنا شايف أن القرآن الكريم الذي هو ثورة ليس بحاجة لهذا التراث. القرآن الكريم الذي هو ثورة والذي هو معبر أول عن رسالة الله إلى الأرض والذي هو المغير الأكبر لوجدان الإنسان، كويس؟ الإنسان المسلم المخاطب به طبعا. تمام. إنه في خطاب عاطفي كبير في القرآن الكريم، زي ما في خطاب عقلاني، وزي ما في خطاب لاتصال بالطبيعة، وزي ما في خطاب لاتصال بالتاريخ، وزي ما في خطاب لاتصال بالعبرة والعظة وما إلى ذلك. هذا القرآن الكريم ده مسجون، يا إما مهجور يا إما مسجون. مسجون بإيه؟ بتراث يجب إزاحته عن كتاب الله. تمام. أطلقوا أيديكم عن كتاب الله. طيب. أو ببعض مرويات السنة النبوية التي تحيل أكتر من تلت القرآن إلى خزينة الاستيداع. تيجي تقول له عشرات ومئات آيات القرآن الكريم، عشرات الصور تحض على التسامح والتعايش والصبر وكف الأذى والإعراض عن الجاهلين والإعراض عن المشركين. نعم. والقول الحسن والجدال بالمعروف، يقول لك كل ده حطه في جنب. عظيم. وهات لي حديث نبوي بيقول جئتكم بالذبح. في جملة إحالة القرآن الكريم 30 40 50% منه إلى الاستيداع، هذه جريمة كبرى إحنا كمسلمين نمارسها على كلام الله، وده لن يؤدي إلا إلى يا إما الإسلام السلفي المتطرف يا إما الإسلام الأصولي.